جاء لي واحد من الإخوة في مرض الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، وكان مريضا في الرياض في مستشفى. فهذا الشخص قال بالله عليك أنا كنت تكلمت في عرض الشيخ محمد بكلام أرجو أن نذهب كي أتحلل منه قبل موته. فالمهم قلت نذهب، فقلت له اسكت أنت، نأخذ إيه مسامحة عامة للناس. وبعد جهد دخلنا على الشيخ محمد، يا والد لنا طلب منك. قال ما هو؟ لا بالله ما تردنا، الأخ جاي من مكان بعيد ولو طلب منك. ما هو الطلب؟ قلت له تسامح كل من ظلمك من المسلمين. قال ماذا قلت؟ قلت طلبي تسامح المسلمين الذين ظلموك، أنت في خير وأجر من الله. عاد الكلمة ثالثة، ماذا قلت؟ كررت عليه الطلب. قال على طريقته في التفصيل رحمة الله تعالى عليه، أما من تكلم فيه بحق فقد عفوت عنه، أما من تكلم فيه بباطل فأنا حجيجه يوم القيامة. أتعجبت من ماذا؟ من أنه يعني قلت يا والد اعف عن من ظلموك. أعاد نفس الجواب حتى قال جلساؤه يا شيخ مصطفى الوالد أخبرك بالذي عنده لا تريقه مريض. فالمهم أنا ذهبت بعدها للشخص شيخ من أهل العلم في الرياض، وقلت له الشيخ قال كذا، مش كان الأولى أنه يعني يعفو عن كل من ظلموه؟ قال لا اسمع الشيخ عالم. قلت له صدقت الشيخ عالم، قال سأنا أريك مقطعا الآن وأنت تقرر. فأطلعني على مقطع للشيعة وهم يطعنون في الشيخ طعنا لا نهاية له كذبا وزورا. قال إذا سامح كل من تكلم في عرضه سيتطاول بعض الناس على عرضه ويستطيلون في عرضه، وقل لهم سامح كما قالوا عن رسول الله أذن، هل نعتزل بأي اعتذار أو يسمعنا في صدقت. فليس كل الناس، لا تتصور أن كل من تتكلم في عرضه سيعفو عنك، لا والله مش كل الناس لن يعفو عنك يوم القيامة. يوم القيامة كل يتمسك بحقه. أنت كنت تطعن في أرض شخص في الدنيا وأنت لم تره ولم تسمع منه كلمة ولم تجلس معه مجلسا وعرضه عندك حلال، يأتي يوم القيامة تعالى أنت تكلمت في عرضي، أخبرني يا ربي، علمني يا ربي أنك تكلمت في عرضي، ادفع ماذا معنى؟ ادفع حسنات عليك، تأخذ شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فهذا يعطى من حسناتي وهذا من حسناتي وهذا من حسناتي. فلا تظن يا عبد الله ولا تظن يا أمة الله أن كل الناس يسامحون،